السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم الإخبارية مورو نيوز. أعلنت ميا خليفة أشهر ممثلة أفلام إباحية في العالم العربي عن دخولها للقفص الذهبي مع حبيبها السويدي روبرت ساندي بيروك، حيث لاقي خبر زواجها تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي. ونشرت الممثلة التي اعتزلت الأفلام الإباحية منذ سنتين صور خطوبتها على مواقع التواصل الاجتماعي من حبيبها الذي يشتغل طباخا، وكتبت: أنا أسعد فتاة في العالم، حيث لقيت صورها انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت ميا خليفة التي يتابعها الملايين من الجمهور العربي على مواقع التواصل الاجتماعي قد اعتزلت الأفلام الإباحية ودخلت مجال إنتاج البرامج الرياضية، ونجحت في كسب مكانة مهمة في التحليل الرياضي، خصوصا رياضة الركبي المشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا على المتابعة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.